البت لنا على الصفحة. مرحبا، يمكنك البت. مرحبا. تفضل عبد الله. طيب دكتور خالد، ننطلق. ننطلق. اوكي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. مساء الخير الحضور الكريم ومتابعينا. أولا أرحب بكم في انطلاقة سلسلات أو سلسلة محاضرات مركز أفكار التي عنوانها بالتراث في الحاضر مقاربات متعددة، والمقصود مقاربات من تخصصات متعددة، والتي سيتناول فيها قضايا التعاطي ومع التراث ومع كثير من القضايا المرتبطة به من مداخل علمية متخصصة لا تنفرد بتخصص دون آخر، وإنما تتغير توظيف كل تلك التخصصات العلمية في قراءة التراث وتوظيفه، والتراث هنا بمعناه الواسع وليس الضيق. وقد اختار مركز أفكار، والذي هو دراسات الأبحاث، والذي هو مؤسسة بحثية انطلقت أشغالها وأبحاثها وأعمالها منذ سنة 2012 في المغرب، بالعديد من المحاضرات والندوات وغيرها من الأشياء. إذا اخترنا للمحاضرة الأولى أن نستضيف الدكتور خالد تهمي، والذي باسمي وباسم الأعضاء في مركز أفكار نشكره على قبوله الدعوة وتشريفنا في محاضرته الأولى، والتي سيحدثنا فيها بالخصوص حول كتابه الأخير الذي ترجم للعربية بالسعي للعدالة أو السعي للعدالة. الدكتور خالد فهمي غني عن التعريف، ولكن لا بأس أن أعطي فقط نبذة مختصرة عنه. هو أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرس في جامعات عديدة تشمل اهتماماته البحثية التاريخ الاجتماعي والثقافي في الشرق الأوسط الحديث، ومع التركيز على تاريخ الجيش، الطب والقانون في القرن التاسع عشر. له العديد من الدراسات البحثية المنشورة، سأذكر فقط بعضها، وهي أطروحته أولا التي نشرت تحت عنوان كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة، التي نشرت عن دار الشروق في نسختها العربية سنة 2000. ثم هناك كتابه السعي للعدالة، والذي ترجم أيضا على النسخة الإنجليزية، والذي نال به جائزة الجمعية التاريخية في بريطانيا. هناك أيضا دراسات ومقالات كثيرة للدكتور خالد. كما قلت هو غني عن التعريف ولا يحتاج أن، والمعرف لا يعرف كما يقال، فسأستغل الوقت وأمنحه الفرصة للحديث في حدود 40 دقيقة، فليتفضل. مشكورا. ألف ألف شكر. في البداية أود أن أشكر مركز أفكار للدراسات والنشر، وللسيد عبد الله الداري على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا التقديم الكريم. وتصويب بسيط، أنني أعمل الآن في جامعة تافتس بالولايات المتحدة، فتركت الجامعة الأمريكية منذ وقت طويل. كما أود أن أوجه التحية الخالصة لفريق المغرب لكرة القدم على الأداء المشرف والمفرح الذي أمتعنا به في مباراة كأس العالم في قطر.
لقد أعددت ورقة سأتلوها عليكم، ولكني أيضا أعددت باوربوينت، فأود أن أبدأ بعرضه. نعم. موضوع حديثي هذا المساء هو كيفية تطبيق الشريعة في مصر في القرن 19، وتحديدا العلاقة بين الفقه والسياسة. ولا أقصد هنا بالسياسة السياسة بالمعنى الشائع اليوم، أي بوليتيك أو بوليتكس، بل بالمعنى الذي كان يقصده عذرا الباوربوينت بالمعنى الذي كان يقصده ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وابن القيم الجوزية في كتابه المعروض الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. سأحاول أن أشرح تلك العلاقة باستعراض قضية قتل وقعت في مصر عام 1876 في إحدى قرى مديرية الغربية في دلتا النيل بمصر. هذه القضية عثرت عليها ضمن مئات من القضايا التي طلعت عليها أثناء البحث الأرشيفي في دار الوثائق القومية بالقاهرة، تحضيراً لكتابي السعي للعدالة الصادرة ترجمته العربية في هذا العام. أحداث القضية وقعت في يوم 20 يوليو جويه عام 1876، عندما سمع فلاح اسمه إبراهيم عبد الرحمن صوت عيار ناري مدوي في الحال. جرى إبراهيم إلى الجرن الذي صدر منه الصوت، وهناك وجد أخاه محمد ملقى على الأرض نازفا حتى الموت. حمل الجثمان بمعاونة بعض الأصحاب وصار نحو دار أخيه. انفجر الصراخ والعويل من أهل البيت، الأب والأم والزوجة والأبناء، عند رؤيتهم لثياب محمد الغارقة في الدماء. وعندما خفت المناحة أخذت الشائعات تتردد في قرية ميت يزيد، وهذا موقعها بمديرية الغربية في الدلتا، بأن الشخص الذي قتل محمد عبد الرحمن هو حماد زلط، هذا اسمه، أحد ذوي السلطة والسطوة بالناحية. في صباح اليوم التالي ذهب إبراهيم إلى بيت العمدة للإبلاغ عن مقتل أخيه، ووجد مشايخ القرية وخفراءها متجمعين عند العمدة، فاستفهم منهم. سأعرض هنا للغة الوثائق حسب ما دونت في السجلات دون تصحيح أو تنقيح حتى تقف على طرق الكتابة التي كانت متبعة في البيروقراطية المصرية في ذلك الوقت. فاستفهم منهم عما سيجروه نحو أخيه المقتول إن كانوا يتوجهوا به للمديرية، أي مقر الإدارة المحلية، أو يأمروا بدفنه. فقالوا له بأنه إذا توجه المديرية فما يمكنه إجراء شيء، وأوروه، أي أخبروه عن دفنه، حتى بعدها ينظروا في كيفية قتله. وتم استدعاء المزين، أي حلاق الصحة بالقرية، وأجبروه على إصدار تذكرة دفن، أي تصريح بالدفن، مزيفة تسجل أن الوفاة لم تكن بفعل فاعل بل نتجت عن الإسهال. وقيد صراف الناحية بدفتر صحة الناحية أن وفاته بسبب مرض الإسهال الذي هو من أمراض العادة. دفن محمد بعدها بسرعة في جنازة صغيرة صامتة، ومن خوفهم من المشايخ لم أمكنهم التوجه والتشكي. بدأ الناس يتهامسون أن جثة قد دفنت سرا بدون كشف عليها،
وبعد 3 أيام من وقوع الواقعة نمت أخباره إلى المديرية، إلى مدير المديرية. وحين وصل المدير إلى موقع الحادث في يوم 25 يوليو لم تتوصل تحقيقاته إلى نتيجة بسبب تكتم الحقيقة وعدم استعداد الأهالي للحديث عما وقع فعلا. لكن أخيرا تقدم إبراهيم من المدير وأخبره سرا أنه شقيق المتوفي وأنه يعرف مكان دفن الجثة. في الحال وفي الحال طلب حكيم باشي المديرية أي رئيس الأطباء وأحد معاونيتها بالتلغراف، وبحضورهما جرى إخراج المتوفى من المقبرة. وبعد إجراء الكشف كتب الحكيم تقريرا مفصلا لم يترك أدنى شك في أن محمد لم يمت ميتة طبيعية. وإذ لم يعد الأمر سرا قرر الورثة أن يرفعوا دعوى قتل في محكمة طنطا الشرعية. عندما مثلوا أمام القاضي ادعوا على حماد زلط بأنه تعدى على مورثهم محمد عبد الرحمن وطلق فيه قربانة معمرة بالبارود ورصاص، فأصاب رصاص محمد عبد الرحمن في صدره وفي بطنه، قطع الجلد واللحم وأسال الدماء عمدا منه وعدوانا، ومات بوقته بسبب ذلك. وانحصر إرثه الشرعي في والديه محمد عبد الرحمن والحرمة دلال وزوجته الحرمة نصرة وولديه رمضان والبيومي القاصران عن درجة البلوغ الشرعي من غير شريك ولا حاجب شرعي. ويطالبون المدعون حماد زلط المدعى عليه بما يترتب لهم عليه شرعا. هذه هي لغة الوثائق التي كانت مستخدمة وقتها. ولدى استجواب حماد زلط أجاب بجحده لدعوى المدعين المذكورين، الذي لما أن طلب منهم بينة شرعية تثبت لهم دعواهم فعرفوا أن لا بينة لهم على ذلك. وبالتالي ونظرا لعدم إقرار المدعى عليه وفشل المدعين في الإتيان بشهود يشهدون على الواقعة، سقط حد القتل وحكم القاضي بإسقاط التهمة، وقال للمدعين إنهم قد منعوا من معارضتهم للمدعى عليه. عندها فوض المدعون أمرهم للحكومة بعد فشلهم في إثبات اتهاماتهم في المحكمة الشرعية. ولكن وكما هو واضح، بينما كان القاضي ينظر في المحكمة في القضية في محكمته، كانت جهة الإدارة واسمها المديرية تقوم بالفعل بتحقيقاتها المفصلة، فقامت باستدعاء الشهود وإصدار أوامر ضبط وإحضار المشتبه بهم وكتابة التقارير وتسجيل الشهادات. وأحالت الوثائق الكثيرة الناتجة عن تحقيقاتها إلى جهاز إداري قضائي يدعى مجلس مديرية الغربية. وخلص هذا المجلس إلى أن حماد زلط هو المشتبه فيه الأساسي رغم إنكاره للتهم. بناء على تقرير الحكيم باشي وعلى شهادة العديد من الشهود وعلى ادعاء أهل القتيل، أصدر المجلس بموجب المادة 11 من الفصل الأول من قانون جنائي اسمه القانون الهميوني الذي صدر عام 1852، أصدر حكمه على حماد زلط بالسجن لمدة 7 سنوات، وأصدر أحكاما أخرى بالسجن تتراوح بين 30 يوما إلى 6 أشهر على كل المشتبه بهم في القضية، مثل المشايخ الذين تكتموا الأمر وأجروا دفن المقتول بدون كشف عليه بمعرفة الحكيم، والخفراء الذين لم يسارعوا إلى موقع الجريمة عند سماعهم لصوت الطلق الناري، وغفرة الدرك الذين أهملوا في ضبط الفاعل، والمزين الذي هو حلاق النحية،
الذي زور تذكرة الدفن، وكاتب الصحة الذي سجل سبباً زائفاً للوفاة في سجله الشهري، والمغسل الذي رأى الجرح الناتج عن الطلقة عند تجهيزه الجثة للدفن ولم يبلغ عنه. أحيلت القضية بعد ذلك إلى مجلس استئناف بحري الذي خفض الحكم الصادر عن حماد زلط من 7 إلى 5 سنوات، وأخيراً أحيلت القضية إلى مجلس الأحكام أعلى مجلس أعلى مجالس البلاد، والذي أقر الحكم الذي أصدره مجلس استئناف بحري. في البداية وقبل التطرق لتفاصيل هذه القضية، يجب أن أوضح أن مشروع بحثي كان في الأساس عن تاريخ الطب، لا تاريخ القضاء ولا تاريخ القانون. وأثناء عملي في دار الوثائق القومية بالقاهرة، دلني كثير من الزملاء هناك على هذه النوعية من الوثائق، وأخبروني أن سجلات المجالس فيها العديد من القضايا التي استدعي فيها الحكيم أي الطبيب للبت في أسباب الوفاة، والتي لعب فيها الطب بالتالي دوراً حاسماً وجوهرياً. وأخذت أنقب في هذه السجلات للوقوف على تفاصيل مهنة الطب. من هؤلاء الحكماء؟ أين تلقوا تعليمهم؟ كيف مارسوا مهنتهم؟ وكيف استقبلت فئات المجتمع المصري المختلفة هذا الطب الحديث وممارساته المختلفة، من تطعيم ضد الجدري للحجر الصحي لجمع الإحصائيات الحيوية للتشريح وفتح الجثث؟ وكانت هذه التفصيلة الأخيرة أي رد فعل المجتمع المصري للتشريح هي تحديداً سبب اهتمامي بقضايا القتل، فكثيراً ما كانت التحقيقات في هذه القضايا تؤدي إلى الكشف الخارجي على الجثة بمعرفة الحكيم أي الطبيب، وإذا لم يزل الالتباس وتحديداً في حالات الاشتباه في التسمم كانوا يقومون بإرسال الجثة إلى الإسبيتاليا أي المستشفى لكي تفتح وتشرح. وبذا وجدت ضالتي إذ مكنتني قراءة هذه القضايا من الوقوف على الكثير من تفاصيل مهنة الطب ورد فعل الأهالي على الطب الحديث. ولكن سرعان ما انتبهت للشق القانوني لهذه الوثائق، فما كنت أقرأه كان بالأساس وثائق قانونية صادرة عن مجلس اسمه مجلس الأحكام. لذا بدأت التساؤل، ما هو هذا المجلس؟ وما دور تلك الجهة المسمى المديريات في تحقيق القضايا؟ وانتبهت لأن القضايا المماثلة في المناطق الحضرية مثل مدينة القاهرة والإسكندرية كانت الجهة التي تقوم بالتحقيق فيها اسمها الضبطية. فما هي هذه الضبطية؟ ومتى أسست؟ ثم اكتشفت أن مجلس الأحكام كان يتربع على قمة مجالس متعددة، مجالس استئناف، وأسفل هذه المجالس هناك مجالس ابتدائية. فما هي هذه المجالس؟ من هم أعضاؤها؟ ما هي القوانين التي كانت تلك المجالس تطبقها؟ أكانت مستوحاة من الشريعة أم كانت هذه قوانين منقولة من أنظمة قانونية غربية وفرنسية تحديدا؟ وأخيرا في كل تلك القضايا، كما الحال في قضية مقتل محمد عبد الرحمن التي بدأت بها، هناك إشارة للمحكمة الشرعية وللقاضي الشرعي وللوسائل المعروفة لنا نحن المؤرخين العاملين في تاريخ المحاكم الشرعية في الحقبة العثمانية. فمن خلال العديد من الدراسات التي ظهرت على مدار 30 إن لم يكن 50 عاما المنصرمة، والتي استخدمت سجلات المحاكم الشرعية المحفوظة في دور الوثائق المختلفة في اسطنبول والقاهرة وغيرهما من المدن الإسلامية، تعرفنا على دور القاضي في محكمته. ليس بناء على قراءة كتب الفقه، ولكن بناء على قراءة سجلات المحكمة الشرعية. كما تعرفنا على دور الشهود العدول وأساليب إثبات الهوية وطرق التحقيق في القضايا الجنائية
وأهمية إقرار المدعى عليه أو شهادة الشهود لإقامة البينة. ولكن ما نحن بصدده الآن وما أقرأه الآن ليست قضية نظرتها المحكمة الشرعية، بل قضية نظرها مجلس الأحكام. هنا أوضح نموذجاً للمحاكم الشرعية مقارنة بشكل القضية. هذه ليست قضية محمد عبد الرحمن ولكنها قضية أخرى، ولكن نفس النمط. هناك أسلوبان مختلفان لتدوين القضايا كما هو واضح. فالسؤال الذي وجدت نفسي أطرحه هو: ما هي العلاقة بين المحكمة الشرعية ومجلس الأحكام في تحقيق قضايا القتل؟ وقبل أن أعرض لكم محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، قد يكون من المفيد أن أعرض نبذة قصيرة عن الطريقة التقليدية لطرح تاريخ القانون المصري في القرن 19 وخطوات تطويره. يلقي شبح أوروبا بظله على التأريخ للإصلاح القانوني المصري في القرن 19. تبدأ السردية التقليدية عادة بالحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت عام 1798. فمثلا نجد أحمد فتحي زغلول، وهو شقيق الزعيم القومي الشهير سعد زغلول، يكتب كتابا اعتبر بعد ذلك كتاب عمدة ومرجع، هو هذا الكتاب المحاماة، صدر عام 1900. هذا الكتاب لعب دورا مركزيا في تشكيل فهمنا التاريخي للقانون المصري في القرن 19. في هذا الكتاب المرجعي يؤكد سعد أحمد فتحي زغلول دون أدنى تردد أن قبل حضور الفرنسيين لمصر لم يكن في البلاد نظام للقضاء، وأن الفرنسيين هم من أدخلوا الفكر القانوني الحديث في مصر. أما فرحات زيادة فقد رأى في إنشاء بونابرت لمحكمة تجارية اسمها محكمة القضايا ابتكاراً هائلاً، وضع النموذج الذي احتذاه محمد علي وخلفائه من بعده في إدخال الإصلاحات في مجال التنظيم القضائي. ووفقاً لفرحات زيادة، فإن أهمية الابتكارات الفرنسية تزداد وضوحاً، لأن، وهذا نص الكلام، الخلفية الإسلامية لمصر لم يكن فيها إلا القليل مما يمكن أن يفضي إلى نشوء سيادة القانون وحكم الدستور. وترى تلك الدراسات أن التأثير الأوروبي قد استمر دون هواده خلال عهد محمد علي الطويل، فقد أرسل محمد علي باشا العديد من الطلاب في بعثات إلى أوروبا لاكتساب مختلف المهارات. ورغم أن مجال القانون لا يذكر صراحة ضمن تلك المجالات، فإن العديد من الروايات تركز على الدور الذي لعبه رفاعة الطهطاوي، والذي كان إماماً لواحدة من أوائل البعثات الدراسية في إنشاء مدرسة الألسن، وفي ترجمة العديد من القوانين من الفرنسية إلى العربية بمعاونة عدد من خريجي المدرسة. والأهم من ذلك هو ما يقال عن أن محمد علي كان شديد الإعجاب بالنظم القانونية الأوروبية. فلطيفة سالم مثلاً في دراساتها المفصلة عن تاريخ النظام القانوني المصري الحديث تقول إن محمد علي قد استطاع أخيراً أن يصل فيما إلى ما يريده من الاقتداء بأوروبا في الميدان القضائي، محاولة منه توخي العدل والإنصاف بقدر المستطاع. ويرى البعض أن تأثير أوروبا على القانون المصري قد ازداد عمقاً وتجذراً في عهود خلفاء محمد علي. ففي خلال تلك العهود لم يكن الخديوي هو لفظ حاكم مصر في القرن 19، لم يكن الخديوي وقلة من المحيطين به هم وحدهم من وقعوا في أسر رواية القانون الأوروبي،
بل أن قطاعات أوسع من النخبة المصرية قد بدأت في استلهام القواعد الأوروبية القانونية. وتنقل الدراسات عن رشيد رضا رواية لم أتأكد أبداً من صحتها، تقول إن الخديوي إسماعيل تواصل مع مشايخ الأزهر طالباً منهم أن يضعوا كتاب قانون مدني وجنائي يستقي أسسه من الشريعة، ولكنه يأخذ شكل قانون وضعي يتوافق مع متطلبات العصر. ولكن المشايخ رفضوا طلب الخديوي مخافة أن يثير هذا العمل غضب العامة ويعرضهم لتهمة الكفر. ونتيجة لهذا الموقف لم يجد الخديوي إسماعيل من اللجوء للطهطاوي ولترجماته لقوانين الفرنسية التي كان قد أتمها مع تلامذته، وهذا ما يفسر كيف طبقت هذه القوانين في مصر بدلاً من قواعد الشريعة. ووفقاً لهذه الرواية، فإن نقطة التحول الحاسمة التي شكلت مستقبل القانون المصري قد تمثلت في إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876. كانت المحاكم القنصلية التي تبث في النزاعات بين الأوروبيين المختلفين في مصر ورعايا الأوروبيين والمصريين قد خلقت حالة من الفوضى القانونية وانتقصت من السيادة المصرية إلى حد كبير. ولهذا السبب كان نبار باشا رئيس نظار الخديوي إسماعيل مهتماً كل الاهتمام بإيجاد وسيلة تحد من اختصاص تلك المحاكم، وبذل جهداً كبيراً على مدار 10 سنوات لإقناع القناصل الأوروبيين بالتخلي عن محاكمهم القنصلية المختلفة واستبدالها بمحكمة واحدة. وتمثل الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في إنشاء المحاكم المختلطة التي كانت تعين قضاء أوروبيين وتطبق القانون الفرنسي وتتمسك تمسكاً شديداً بمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وبعد ذلك ب7 سنوات في عام 1883 تحقق النصر الكامل للقانون الأوروبي في مصر عندما طبقت مبادئ المحاكم المختلطة على المحاكم الأهلية التي افتتحت في ذلك العام، وكانت مهمتها البت في النزاعات بين المصريين. وتختتم الرواية التقليدية سردياتها بالتأكيد على أن تلك المحاكم الجديدة، المحاكم الأهلية، قدمت الكثير من اختصاصات المحاكم الشرعية والتي لم يعرض عليها إلا النزاعات المتصلة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحضانة أطفال وما إلى ذلك. بدأ حلت القوانين والأنظمة القضائية الأوروبية محل الشريعة الإسلامية. هذه هي السردية التقليدية، وكما سأحاول أن أوضح أنا أختلف معها في تفاصيل كثيرة، ولكن ما أود أن ألفت النظر إليه أنه من الغريب أن هذه الرواية المعتمدة لا يرد فيها أي تحليل جاد لمجلس الأحكام أو مجالس الاستئناف أو المجالس الابتدائية، تلك المجالس التي يزيد عدد سجلاتها المحفوظة في دار الوثائق القومية عن 4000 سجل، والتي عملت بين عام 1840 و1880. وفي الحالات النادرة التي يشار فيها إلى تلك المجالس فإنها إما أن توصف بأنها محاولة متعثرة لإضفاء الطابع الغربي على القانون المصري، أو توصم على نحو دامغ بأنها نظام قانوني ظالم وبطيء وفاسد وعديم الكفاءة. وخلافاً لهذه السردية التي لم تنتبه لحقيقة الدور الذي لعبته مجالس السياسة في تطور النظام القانوني المصري، سأحاول في الدقائق المتبقية أن أقدم تحليلاً لتاريخ القانون المصري في القرن 19، ليس مبنياً على قراءة القوانين والتشريعات التي سنت في مصر، ولا بدراسة المؤلفات القانونية التي سطرها حفنة من رجال القانون، بل بقراءة سجلات مجالس السياسة. وغرضي الأساسي هو الوقوف على مفهوم السياسة
وعلاقة هذا المفهوم بالفقه. أول شيء يتضح من قراءة هذه السجلات ومن تتبع الطريقة التي طبعت في تحقيق قضايا القتل هو أن المحكمة الشرعية لم تلغى، بل كانت تحال إليها كل قضايا القتل وغيرها من القضايا من قضايا الحدود والجنايات. كما توضح سجلات القرن التاسع عشر أن الشريعة خلافاً لرأي الشائع كانت هي المرجع الأساسي للنظام القانوني المصري، سواء في مجال التشريع أو في مجال الممارسة القضائية أمام المحاكم. وقد أعطى النظام القانوني للفقه مكانة متميزة في مجال القانون الجنائي، فقد أشار قانون العقوبات الأساسي الذي صدر عام 1852 إلى الفقه مراراً وتكراراً، ولعبت المحاكم الشرعية دوراً أساسياً في البت في الجرائم، وتم التشديد على نحو مستمر على أنه لا يمكن إصدار حكم بالإعدام إلا بعد أن يصدر قاض شرعي حكما بالقصاص. وتم كذلك وضع آلية بالغة الدقة لضمان التزام القضاة الشرعيين بقواعد الفقه الراسخة خاصة في قضايا القتل. فمثلا وأولا، كان أولياء الدم هم من يقومون برفع الدعوى الجنائية، ولم يكن القاضي أو الحاكم هو من يحرك الدعوى الجنائية لو استخدمنا مصطلحات الحديث. ثانيا، كان القاضي يتحقق من هوية المتقاضين ومن سمعتهم، وذلك عن طريق الشهود العدول الذين كانوا على دراية بسمعة المتقاضين وسيرتهم، وبالتالي كانوا يساعدون القاضي في عملية العدل والتجريح المحورية التي كان القاضي يتحقق بها من عدالة المتقاضين وعدالة شهودهم أي سيرتهم الحسنة. ثالثا، كان القاضي يتمسك بالشروط الصارمة التي أقامها الفقه لإقامة البينة في قضايا الحدود، فإذا أتى المدعي بشهود كان القاضي يتحقق من أن شهادتهم مقبولة، ثم كان يتأكد من أن شهادتهم متطابقة في كل تفصيلة من تفاصيل القضية، فإذا تباينت الشهادات ولو في أصغر صغيرة كان القاضي يحكم بإسقاط الحد وبالكف عن الدعوة عملا بالحديث الشريف أدوء الحدود بالشبهات، فأي شبهة ترد في الشهادات كانت تعني تعذر إصدار حكم بالقصاص. فلو أن زيدا قال في شهادته أنه رأى عمرا وهو يطعن بكرا بيده اليمين، بينما قال خالد أنه رأى عمرا يطعن بكرا بيده اليسرى، فنحن هنا أمام شبهة تمنع القاضي من إصدار حكمه بالقصاص. كما كان القاضي يخير أولياء الدم بين طلب القصاص وطلب الدية أو العفو عن القاضي. ولكن هذه نقطة محورية، لكن المحاكم الشرعية لم تعمل وحدها في تحقيق تلك القضايا، بل كانت مجالس السياسة تعمل جنبا بجنب وبالتوازي مع تلك المحاكم في نفس الوقت. فبينما كان القاضي يباشر عمله في محكمته، كانت المديرية تباشر تحقيقاتهم، فتقبض على المشتبه فيهم وتواجههم بالتهم، وتضيق عليهم أحيانا بالتخويف وأحيانا بالضرب حتى يعترفوا. ولم تكن المديريات أو الضبطيات، أي النيابة باستخدام لغتنا في مصر اليوم، تنتظر حتى يقيم أولياء الدم دعواهم. فكما هو معروف يعتبر الفقه البتة في قضايا القتل من حقوق العباد لا من حقوق الله، وهذا يعني أن الدعوة ملك لرافعها، وأن الإدعاء واستمرار القضية وتنفيذ الحكم كلها مرهونة بإرادته. خلافاً لهذا، انطلقت مجالس السياسة من مبدأ مغاير، وهو أن جرائم القتل ولو أن فيها شق شخصي يخص العباد، إلا أنها أيضاً تنتهك حق المجتمع. ولذا عندما كان يتبادر إلى علمها خبر وقوع حادثة القتل، لم تنتظر السلطات السياسية، وأعتقد أن مفهوم السياسة
قد بدأ يتبلور في أذهانكم الآن، شرعت تلك السلطات السياسية في القيام بتحقيقاتها ولم تنتظر سماع رأي أولياء الدم. كما أن السلطات السياسية لم تكتفي بإقرار المدعى عليه أو شهادة الشهود كي تقيم البينة، بل لم تعمل بالبينة أصلا، ولكنها كانت تعتمد على الأدلة الظرفية، ومن أهم تلك الأدلة الكشوف الطبية التي كان يقوم بها الأطباء ويقدمونها في صورة تقارير مكتوبة لمجالس السياسة. اليوم نطلق في مصر على هؤلاء الخبراء أطباء شرعيون، ونسمي هذا الطب الشرعي. أما في القرن 19 فكان اسمهم أطباء السياسة، وكان يشار إلى مهنتهم بالطب السياسي، أي الخبرة الطبية التي كانت تقدم لمجلس السياسة للتحقق في الجنايات. وفي مسعاها للتحقق من هوية المتقاضين، لم تكن المجالس تعتمد على شهود العدول للتثبت من حسن سيرة المتقاضين وشهودهم، بل ركنت لأساليبها البيروقراطية، ومن أهمها التذكرة، وهي نواة لما نسميه الآن بطاقة تحقيق الشخصية. وتلك كانت ورقة مختومة تحمل اسم حاملها واسم أبيه واسم قريته وأوساطه الجسدية، وإذا حدث وتم الإمساك بفلاح لا يحمل تذكرة يجري القبض عليه فورا ويعاد إلى قريته. أما القوانين التي كانت تطبق، ومن أهمها قانون الهميومي الصادر عام 1852، فوإن كانت تأخذ شكل القوانين الأوروبية، بل اقتبست بعض مواد قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810، إلا أن فلسفته كانت نابعة من مبدأ التعزير، أي حق الوالي في توقيع عقوبات تقديرية بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد لكن لم تتوفر شروط تنفيذية. وفي حالة قضايا القتل التي لم تثبت شرعاً لعدم توفر البينة، وهو إقرار المدعى عليه أو شهادة الشهود الذي أتى بهم المدعي، كان من حق الوالي أن يسن تشريعات تفرض عقوبة أقل من القصاص، وكانت في أغلب الأحيان السجن. بعد هذا العرض القصير لطريقة عمل السياسة، يمكن لنا أن ننفي هنا وصف العلمانية الذي كثيرا ما وصف به النظام القانوني المصري. فمبدأ السياسة لم يكن دخيلا على الشريعة أو وافد عليها باستخدام مصطلحات المستشار طارق البشري، بل أن هذا المبدأ كما أشار ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية كان مبدأ شرعيا، لذا أطلق لفظ السياسة الشرعية، أي أنها جزء من الشريعة وإن لم تكن مبنية على الفقه. بل يمكن القول أن الغرض الأساسي من تأسيس مجالس السياسة لم يكن تهميش الشريعة أو تجاوزها بأي شكل من الأشكال، بل كان الغرض تعزيزها. كما يمكن القول أن هذا الدمج المبتكر بين الفقه والسياسة هو ما مكن محمد علي وخلفائه من إنشاء دولة القانون والنظام في مصر، ومن استخدام القانون كأداة لتدعيم وإبراز سيادة الدولة المركزية التي كانوا بصدد إنشائها. ولتوضيح تلك النقطة قد يكون من المفيد الوقوف على فلسفة السياسة، خاصة في الموضوع الذي نحن بصدده اليوم، أي قضايا القتل. كان النظام القانوني الذي أنشأه محمد علي مبنياً على التمسك الدقيق بمبادئ الفقه، ولكن رؤية في نفس الوقت أن نقصاً ما يعتور هذه المبادئ، وخاصة في قضايا القتل. وتحديداً كانت هناك ثلاث حالات ساد فيها شعور بأن مبادئ الفقه كانت قاصرة وتم اتخاذ إجراءات إضافية مكملة لها. أولاً، وفي ضوء نظر الدولة بشكل مضطرد إلى قضايا القتل باعتبارها عدواناً على سيادتها، فإن تعامل الفقه مع تلك القضايا باعتبارها حقاً من حقوق العباد قد مثل مشكلة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصاحب الحق في رفع الدعوى القانونية. فكما أشرت سابقاً،
حصلت قوات الضبطية الحديثة في الإنشاء على هذا الحق في توجيه الاتهام والشروع في التحريات عن جرائم القتل وغيرها من القضايا الجنائية، سواء في المراكز الحضرية أو في الريف، دون انتظار رفع أولياء الدم الدعوة. ثانيا، كانت المعايير الفقهية المتشددة في تحديد الأدلة التي يجوز قبولها في المحكمة وحصر البينة في الإقرار أو الشهادة تمثل مشكلة أخرى، فقد وضع الفقه عائقا كبيرا يعترض طريق إصدار الأحكام باشتراطه الحصول على شهادة اثنين من الشهود العدول المسلمين الذكور. على سبيل المثال، وجد رودولف بيترز في دراسته الهامة لسجلات محكمة شرعية في صعيد مصر أن 2% فقط من قضايا القتل قد انتهت بإصدار حكم بالقصاص، و5% فقط صدر فيها حكم بدفع الدية، ووجد حكما واحدا بقطع يد المتهم بالسرقة، وهو حكم تم نقضه بعد الاستئناف. لقد كان حرص الدولة الشديد على تكملة الأساليب الفقهية لتعريف الأدلة القانونية هو الذي أدى إلى قبول الأدلة الضبطية، وخاصة الطب الجنائي أو ما كان يعرف بالطب السياسي، كوسيلة إثبات جائزة القبول، وتم الاعتماد عليه اعتمادا كبيرا في مجالس السياسة. ثالثا، في الحالات النادرة التي نجحت فيها المحاكم بإصدار حكم في قضية قتل، كان مبدأ العدالة الخاصة الذي ترتكن إليه الشريعة في تعاملها مع جرائم القتل يعطي أولياء دم الضحية خيار العفو عن المتهم، سواء من خلال طلبهم عدم تنفيذ حكم القصاص أو من خلال قبولهم للدية. وكانت هذه الفرصة المتاحة تتناقض تناقضا عميقا وجذريا مع مصالح دولة تسعى بكل ما في وسعها من طاقة لفرض حقها في محاكمة القتلة وإساء سيادتها باسم القانون من خلال القانون. ولذلك وبغية ألا تمر جرائم القتل من دون عقاب، وبغية أن يكون للمجتمع ككل الحق في تحديد عقوبة مرتكبي جرائم القتل، وألا يقتصر هذا الحق على أولياء دم الضحية وحدهم، قررت الدولة أن أحكام المحاكم الشرعية يجب أن تكون مصحوبة بأحكام من مجالس السياسة. ونصت المادة 11 التي رأيناها من قبل من الفصل الأول من القانون الهوميوني على أن إذا كانت مادة القتل يجب فيها القصاص لكن حكم فيها بالدية بسبب عفو الورطة أو مصالحة، يحبس القاتل مدة من 5 سنوات إلى 15 سنة. بعد أن رأينا الفروق الواضحة بين نظامي الفقه والسياسة من كيفية رفع الدعوى الجنائية إلى تحديد هوية المتقاضين إلى طريقة التحقيق بالقضايا الجنائية إلى أسلوب إصدار الأحكام، من الأهمية بمكان أن نشدد على أننا لا ننظر في نظامين متنافسين متناقضين ذوي اختصاصات مختلفة يكون فيها الأهالي خاضعين لنظام الفقه، بينما تختص مجالس السياسة بالنظر في قضايا النخبة، كما ذهب وائل حلاق في كتابه العمدة الشريعة النظرية وممارسات التحولات. حقيقة الأمر أنهما كانا يشكلان عنصرين من نظام قانوني واحد، وهو نظام كان يرتكز أساساً على ضمان عمل هذين العنصرين بتناغم فيما بينهما. ومن غير الصحيح الدفع بأن مجالس السياسة كانت تمثل خطوة في مسيرة تحديث القانون المصري الطويلة التي بدأت بشكل متردد ومتعثر في عهد بونابرت، وانتهت باعتماد القوانين والنظم القانونية الأوروبية بافتتاح المحاكم الأهلية في ثمانينيات القرن 19. بل أن أرشيف المجالس السياسة الذي أعيد اكتشافه مؤخراً يوضح أن مصر قد شهدت واحداً من أكثر الجهود دأباً وابتكاراً في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو جهد كان يهدف إلى تطبيق الفقه وتحقيق الاتساق بينه وبين السياسة.
لا يمكن أن أختم كلامي اليوم عن تطور النظام القانوني دون الإشارة لعمل طلال أسد. خصص طلال أسد الفصل الأخير من كتابه التشكلات العلمانية لدراسة عملية الإصلاح القانوني التي شهدتها مصر خلال القرن التاسع عشر. وفي خلال الفصل يقول أن تلك العملية قد رسمها المؤرخون على أنها انتصار لسيادة القانون، أو على أنها عامل ميسر للاستغلال الرأسمالي، أو على أنها صراع معقد على الصراع بين أطراف متنوعة وخاصة المستعمرين الأوروبيين من جهة والمصريين الذين يقاومون ذلك الاستعمار من جهة أخرى. ولا يبدو طلال أسد كبير الاهتمام بصحة أي من وجهات النظر تلك، ولكن ما يهمه هو دراسة التحولات المفاهيمية التي تجعل من العلمانية أمراً ممكناً. وخلافاً لمن ينادون بإقامة الدولة الإسلامية، فإن طلال أسد ليس مهتماً بتوضيح كيف أدى ذلك التضييق إلى حرمان الشريعة من سلطتها السياسية، ولكنه أكثر اهتماماً بدراسة التغيرات المفاهيمية التي طرأت على الشريعة ذاتها بعدما تم بتر دورها بهذا الشكل. ويخص طلال أسد ثلاثة نصوص تعود للسنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتمحيص وقراءة متمعنة كي يوثق هذا التحول الذي حدث في مفاهيم الشريعة وفي جوهر الشريعة وفي إعادة صياغة وتركيب مفاهيم أساسية مثل القانون والأخلاق والدين ودور الإنسان في الحياة. وأتاحت له هذه القراءة أن يدرس كيف أدت تلك التحولات إلى التمييز بين الأخلاق والقانون. وأعتقد أن رؤية طلال أسد الأساسية تعتمد على القول بأن العلمانية تكمن تحديداً في إحداث هذا الانفصال بين الأخلاق والقانون. اختلافي مع طلال أسد نابع ليس من قراءة مغايرة لبعض النصوص التي تعود لأواخر القرن التاسع عشر، ولما توضحه هذه النصوص من أن ثمة فجوة أو انفصالاً حدث بين الأخلاق والقانون. اختلافي معه ومع وائل حلاق يتعلق بجوهر تعريف الشريعة ذاته. إن تصور كل من طلال أسد ووائل حلاق للشريعة هو تصور فقهي، بمعنى أنه تصور مرتبط بالتقليد الخطابي للفقهاء، كما أنه تصور مبني على الأخلاق ويستهدف غرس الفضائل. هذا التصور للشريعة تغيب عنه سياسة الدولة، ولا تلعب فيه السياسة بالمفهوم الذي شرحته أي دور على الإطلاق. ولكن إذا أخذنا مبدأ السياسة الشرعية في الاعتبار، وإذا أدركنا أنه لم يكن بدعة من بدع القرن التاسع عشر بل يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، فيجب علينا أن ندرك أن السياسة كانت دوما جزءا من الشريعة، وأن الفقهاء لم يكونوا هم وحدهم الذين صاغوا المجال القضائي في الإسلام، وأن مجالس السياسة التي كانت تعرف أيضاً في أوقات مختلفة باسم المظالم كانت دوماً تلعب دوراً محورياً في إقامة العدل، وأن أخلاقاً أخرى غير أخلاق الفقهاء كانت تشكل المجال العام، وأعني هنا أخلاق الدولة raison d'état. وبالتالي فما حاولت أن أطرحه هو إمكانية وجود مفاهيم مختلفة للشريعة، مفاهيم تنبع من تقاليد خطابية إسلامية مختلفة، تقاليد خطابية تمزج بين الفقه والسياسة. بعبارة أخرى أتساءل هنا عما إذا كانت الأخلاقيات الفقهية هي الأخلاقيات الوحيدة التي سادت في المجتمع المصري أو في أي مجتمع إسلامي، وأتدبر فيما إذا كان من الممكن تصور أو تخيل وجود أخلاقيات ذات صلة بالسياسة، أخلاقيات يمكن تتبع وجودها وتطورها في الكتابات الثرية الغزيرة عن السياسة وفي الحقوق والواجبات المتبادلة التي ترسمها تلك الكتابات للحكام والمحكومين على حد سواء.
في حديث اليوم حاولت أن أتتبع وأحلل الطريقة التي بت بها فرعاء النظام القانوني المصري قبل 1883 في قضايا القتل، والتحليل الذي قدمته بإصراري على دراسة السياسة جنباً إلى جنب مع الفقه يثير تساؤلات حول رواية العلمانية المنتصرة التي عادة ما تستخدم لسرد تاريخ القانون المصري الحديث. إنني أدفع بأنه من الأفضل ألا ننظر إلى تاريخ النظام القانوني المصري باعتباره عملية علمنة مستمرة، وإنما باعتباره نظاماً تم إضفاء طابع التنظيم البيروقراطي عليه، مما أدى إلى زيادة أهمية الكلمة المكتوبة في البت في القضايا الجنائية وغيرها، وأدى إلى تراجع مستمر وإن كان بطيئاً في أهمية الكلمة المنطوقة التي كانت عماد عمل المحاكم الشرعية. إن الفارق الأساسي بين المحاكم الشرعية ومجالس السياسة لا يكمن في أن الأولى كانت محاكم دينية والثانية محاكم علمانية، وإنما يكمن في أن الأولى كانت ساحات شفهية تعرض فيها النزاعات شفاهة، في حين أن الثانية كانت مكاتب مغلقة صامتة يتم فيها البت في القضايا على أساس القرائن المكتوبة. وهذا الفارق بين شفاهة المحاكم الشرعية ونصوص المجالس السياسة يعكس اختلاف الأسس المعرفية لكل من الفقه والسياسة ويعبر عن ذلك الاختلاف. آخر فقرة، إن طرح تحديث القانون المصري في القرن 19 في إطار التوتر بين الكلمة المنطوقة والنص المكتوب عوضاً عن طرحه في إطار التحول من الديني للعلماني أو التحول من القانون الإلهي للقانون الوضعي يبرز التوترات التي سادت بدرجات مختلفة بين المحاكم الشرعية الشفهية القائمة على الفقه ومجالس السياسة القائمة على النص المكتوب. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصراع بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة يعكس التوتر بين الفكر القانوني المجرد وممارسة قضائية مشتبكة مع تفاصيل الحياة اليومية، وهو توتر نحته معظم الدراسات الموجودة جانباً. ويتيح لنا هذا الطرح أيضاً أن نقيم الأهمية النسبية لكل من تأثيرات العثمانية والأوروبية على القانون المصري. شكراً جزيلاً. نعم، أشكر الدكتور خالد فهمي على محاضرته القيمة، وكذلك أشكر له حسن الإعداد كما هو مضمون فيه دائما، واحترامه أيضا للوقت. كما تابعتم لن ألخص، فلا داعي لذلك، ولكن فقط كوضع للعمل الذي يقوم به الدكتور خالد فهمي في سياقه، وما الذي دعانا إلى الاهتمام بعمله الذي قدمه. أولا هو اهتمامه بالوثيقة، فكما لاحظتم فقد أول وثيقة على عكس آخرين، والذي يرجع للكتاب سيلاحظ الأسماء التي دخل معها في نقاش وقد أوردها كطلال أسد ووائل حلاق، وإن لم تخني العبارة فقد أسمى ذلك الاشتغال بالاشتغال المفاهيمي والذي انتقده هو، وكان مصر على أن الوثيقة تلعب دوراً أساسي. وقد لامست أنا في الكتاب إن صحت العبارة نوع من العمل الواقعي أو التاريخاني، بمعنى الذي يلامس الأحداث والمفاهيم والوقائع في تطوراتها المتداخلة، سواء في الفقه أو في السياسة أو في غيرها من المجالات دون انفصال. هذا في الجانب الأول اللي هو جانب الاشتغال على الوثيقة. كذلك الجميل الذي أثارنا في الكتاب هو عنصر الاشتغال على الصبية الجديدة، وقد ذكر الدكتور خالد ما يتعلق بنابليون وهذه الحملة والكلام الذي يعني صنع ربما الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر كله،
يعني هذه السردية تم البناء عليها في مجالات متعددة دون الرجوع لإعادة اكتشاف أوجه الصحة. ولعل وجه الخطورة في ذلك هو أننا دون أن ننكر هذا الشيء نلحظ أننا مجتمعات تعيش تشوش في تصور هويتها، لأن بالخصوص عمل الدكتور خالد ركز على المرحلة أساسية ومهمة في تاريخنا والتي عاشت فيها شعوبنا كلها نوع من التحول ما بعد الاستعمار. وقعت أحداث كثيرة جدا، تغيرات كثيرة جدا، وتعاقبت بشكل متسارع لم تترك المجال للكثيرين كي يرجعوا إليها لمعاودة اكتشاف ما الذي حدث. لهذا فأعتبر كتاب الدكتور خالد كان محاولة لفهم ما الذي حدث من مدخل، ليس هذه المرة هو مدخل عام وكبير، وإنما ذهب لمسألة الطب واشتغل عليها، ومن خلال سجلات اللي هي التي اعتمد عليها في دار الوثائق المصرية كسر الكثير في نظري من الأشياء التي كانت باعتبارها سردية مطلقة وصحيحة وهي لب المشكل. أنا الدكتور خالد، قبل أن أفسح المجال للجميع أو لمن أراد التدخل، فنحن لدينا 1:40 على الأكثر، فأريد فقط أن أسأله بما أن الفرصة قد أتيحت لنا للقائه. هو الحديث عن الشريعة، وذكرت أنه أنا سجلت مجموعة من الأشياء أثناء قراءة الكتاب. في نظرك كتعريف للشريعة اليوم، إذا طلب من الدكتور خالد أن يقدم تعريفا بناء على جانب الذي اشتغل من زاويته هو، فما هو التعريف الذي قد يقدمه لها كخلاصة، ليس بالضرورة عامة وإنما من زاوية نظره، هدف من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، الوثيقة دون أن ننفي أهميتها، ما هي الإشكالات التي واجه الدكتور خالد في التعامل مع الوثيقة؟ وذكر بعض هذه الأشياء، ولكن ربما قد يكون للحديث هنا المباشر معه، خصوصا أنه معنا المجموعة من الطلبة والباحثين يودون بالفعل الاستفادة من هذه التجربة وتطويرها، ولما لا إعادة توظيفها خصوصا في دول قطرية اللي هي أخرى. أعتقد أن هذين السؤالين هما اللذان لدي، ولا أريد أن أضيف. هناك أسئلة كثيرة قد يتاح المجال فيما بعد بشكل شخصي أن أطرحها على الدكتور. ربما أفتح المجال أيضا للحضور الكريم قصد طرح السؤال، ثم دكتور ما رأيك دكتور خالد، وفيما بعد تجيب عن الأسئلة بشكل. أنا يمكنني الآن أن أحاول الإجابة على هذين السؤالين في عجالة. أوكي. السؤال الأول سؤال كبير، تعريفي للشريعة. لا أعتقد أنني بوسعي أن أقدم تعريفا جامعا للشريعة. ما أحاول أن أقوله أن هناك مدخل لفهم الشريعة، مفهم مدخل نصي، مفهم فقهي يعتمد على كتب الفقهاء من متون لحواشي لفتاوى. هذه بالطبع لا يمكن لنا فهم الشريعة دون رجوع لكتب الفقه، هذا أمر غني عن الشرع. ولكن ما أحاول أن أتطرق إليه بالكلام عن الوثائق، سواء وثائق المحاكم مجالس السياسة أو محاكم الشرعية، هو الانتباه للممارسة الفعلية لهذه المبادئ الفقهية في مجال مهم وهو المحكمة. يعني أنا لا أتطرق في فصول أخرى، أتطرق لتطبيق المبادئ الفقهية في السوق
عندي فصل عن الحسبة ويتكلم عن تطبيق مفاهيم فقهية في المجال العام في المدن، ولكن أنا هنا أتحدث عن ممارسة قضائية. فطبعاً هناك من الفقهاء من كتب كتباً مثل أداب القاضي أو أدب القاضي، هذه كتب هامة جداً توضح لنا كيف درب القضاء على ممارسة مهامهم في المحكمة. وهناك طبعاً مبادئ الفقه نفسها، ولكن ما نراه في سجلات المحكمة الشرعية لا أقول أنه مغاير تماماً، هو ليس مغاير، هو تطبيق لهذه المبادئ. فمثلاً أنا انتهيت لتوي من كتابة مقال عن النفقة، مشاكل النفقة في المحاكم الشرعية في مصر القرن 19 مقارنة بالقرن السادس عشر. فما نراه هو كيف دخل المتقاضون، كيف دخلت المرأة للمحكمة الشرعية للمطالبة بحقوقها في النفقة أو في مؤخر الصداق أو غيرها. ما نراه هنا هو الفقه مطبقاً، هو مبادئ الفقه مطبقاً، وما نراه هو كيفية تفاعل المجتمع الإسلامي، ليس فقط فئة الفقهاء ولكن طبقات مختلفة من المجتمع الإسلامي في إدراكهم للفقه وتطبيقهم له. فما أقول، يعني ما أحاول أن أقوله هو كلمة تفضلتم أنتم أستاذ عبد الله بالإشارة إليها، وهو التاريخانية، هو قراءة تاريخية للشريعة. الشريعة يمكن أن نفهمها ليس فقط من خلال قراءة نصوص الفقهاء، ولكن من خلال الممارسة التي مارسها المجتمع الإسلامي في مصر أو في المغرب أو في تركيا أو في غيرها من الحواضر والبلاد الإسلامية. وأعتقد أننا لو انتبهنا للممارسة المجتمعية للفقه لاتسعت لنا مناحي الفقه المختلفة ومصادر القراءة والمعرفة. فيجب ألا نحصر نفسنا فقط في المصادر، في كتب الفقه من متون وشروح وحواشي وغيرها. هذا يجرنا للسؤال الثاني الذي طرحته، وهو سؤال عن الوثائق، كيف نقرأها هذه الوثائق. هناك دراسات عديدة، هناك الآن جيلان من ليس جيل واحد فقط، ولكن جيلان إن لم يكن ثلاثة أجيال من المؤرخين الذين عملوا وانكبوا على دراسة سجلات المحاكم الشرعية في مختلف الحواضر الإسلامية. أهم شيء طبعا ممكن الكلام عن هذا إلى ما لا نهاية، ولكن أهم شيء يجب أن نقوله أن الوثيقة ليست أداة شفافة تنقل لنا المجتمع أو حقائق المجتمع بأمانة وبدقة. في النهاية الوثيقة هي لها أسلوب في الكتابة، سواء كانت وثيقة محكمة شرعية أو مجلس من مجالس السياسة، هناك طريقة للتدوين، هناك لغة، هناك أطر معينة بيروقراطية لكيفية التدوين، وبالتالي ما يدون ليس بالضرورة انعكاس لما حدث خارج المحكمة الشرعية. ممكن الكلام أكثر عن هذا، وأنا في كتابي تطرقت إلى أنواع الكتابة المختلفة تحديدا في سجلات المجالس السياسة.
ولكن سأكتفي الآن لأن أعتقد أن هناك أسئلة أخرى يمكن في إطار الإجابة عليها أن أتوسع في هذه النقطة. نعم، شكرا دكتور خالد على إجابتك وإيجازك في ذلك. الآن سأمنح الحضور الكريم. أنا كنت قد وضعت هنا يعني طلبا لمن أراد طرح السؤال مكتوب أيضا، فهناك إمكانية. في انتظار ذلك أود أن أفتح المجال للحضور لمن أراد التدخل وطرح سؤال، فليرفع يده فقط ونمنحه الكلمة. نعم، طيب نبتدئ بالدكتور يوسف بلغياتية، الباحث يوسف بلغياتية، وهو واحد من باحثي المركز أفكار ومن مؤسسيه ومقيم في كندا، فليتفضل. مشكورا. شكرا دكتور عبد الله الداري على الدعوة، وأشكر لكم هذا الجمع المبارك، هذه المحاضرة القيمة. فقط أريد أن أطرح سؤالا بسيطا أو بدائيا، هو هل سيساعدنا التخلص من الازدواجية قانون وضعي شريعة سيحرك بعض الأشياء في المجتمع وفي العقلية، لأننا واجهنا كثيرا هذا المشكل، أي هذه الازدواجية المطروحة شريعة قانون وضعي، والتي هي لها جذور حقيقة في إشكالية الحداثة وإشكالية الأصالة وإشكالية هذا. فأود لو أعطانا الدكتور فهمي بعض الإنارات في هذا الجانب، يعني هل سيساعد هذا التخلص من هذه الازدواجية؟ لأننا رانا كنت قلت سابقا في أحد المقالات إن قداسة المصدر، يحكم الشريعة تأخذ من مصادر القرآن أو السنة إلى آخره، حسب المصطلحات وحسب المسميات وحسب التخصصات تأخذ من هذا المصدر المقدس، ولكن الاجتهاد أو الرأي لا يرقى إلى هذه القداسة. فإذا قداسة المصدر لا تعني قداسة الاجتهاد أو الرأي، ونحن أيضا يعني دائما محصورون بهذه الازدواجية قانون وضعي شريعة. شكرا لكم. هل دكتور عبد الله هل تود أن تفضل؟ نعم تفضل. هذا سؤال غاية في الأهمية، سؤال مهم جدا. كان يجب علي في البداية أن أعتذر عن لهجتي المصرية، فأنا لا أعطش الجيم لأن أنا في شمال مصر، لو كنت أتيت من صعيد مصر ففي صعيد مصر نعطش الجيم، ولكني أعتز بلهجتي المصرية. يعني فهذا سؤال غاية في الأهمية، سأحاول الإجابة عليه مرة أخرى بالإحالة للتاريخ. فنحن لو تطرقنا للتاريخ العثماني لوجدنا واحدا من أهم السلاطين العثمانيين السلطان سليمان في القرن السادس عشر، وحكم من 1520 ل 1566. لقب هذا السلطان وهو من أهم السلاطين العثمانيين هو سليمان القانوني، ولقب بالقانوني لأنه كان يسن القوانين ويصدرها، فكان وكان وإصداره للقوانين مرة أخرى هذه لم تكن بدعة عثمانية، هذا كان تقليد قديم منذ صدر الإسلام، وهناك تشريعات تسن للتعامل مع بعض الحالات الطارئة، أو كما وضحت في قضايا القتل للتعامل مع أمور قد يكون الفقه قاصرا فيها. الفقه له اهتمامات والدولة لها اهتمامات،
فالسلطان سليمان القانوني كان يعمل مع شيخ الإسلام المفتي أبو السعود أفندي لضمان أن هذه لضمان شرعية هذه القوانين، بمعنى آخر أن هذه القوانين لم تكن كان يجب عليها ألا تكون مناقضة لمبادئ الفقه ولكنها مكملة له. وبالتالي فكرة القانون الوضعي، فكرة أن الدولة من حقها، أن السلطان، أن الحاكم من حقه أن يشرع قوانين وأن يضع قوانين، لم تكن بدعة من القرن التاسع عشر، ولا هي شيء وفد إلينا من الغرب من أوروبا، ولكنها كانت ممارسة، ليست فقط ممارسة عثمانية ولكنها ممارسة شرعية. جزء من الشريعة هو السياسة، وجزء من السياسة هي القوانين، هو فكرة إصدار قوانين للتعامل مع أمور صمت عنها الفقه أو اهتم بها الفقه لأمور خاصة به، وفي تحديدا في قضايا الحدود، سواء كان الحرابة أو القتل أو غيرهما من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع. ما حاولت أن أطرحه هو أن في قضايا القتل عندما يشترط الفقه أن تقام البينة لإصدار حكم بالقصاص، البينة هي إقرار المدعى عليه أو شهادة شهود عدول، اثنين مسلمين ذكور يشهدوا وتكون شهاداتهما متطابقة لكل التفاصيل بحقيقة الواقع. معنى هذا إيه في الواقع؟ معنى هذا أن القاتل ارتكب جرمه في وضح النهار أمام مرأة من العامة، أو أنه ارتدع، أو أنه تاب، أو أنه قاتل ورع ذهب إلى القاضي ليعترف. أغلب قضايا القتل القاتل فيها لا يعترف، وأغلب قضايا القتل عملية القتل لا يشهدها الجموع، هي قضايا تحدث خلسة وفي الخفاء. من هنا تنبع أهمية رودولف بيترز التي أشرت إليها، الذي أثبت أنه باستخدام الإحصائيات، ما فعله رودولف بيترز أنه ذهب إلى سجلات محكمة شرعية واحدة من القرن الثامن عشر ودرس كل حالات القتل التي بتت فيها هذه المحكمة ليحاول أن يعرف ما هو عدد أو نسبة القضايا القتل التي حكم فيها بالقصاص، فاكتشف أنها 2% من فقط. بمعنى آخر أن 98% من القضايا القتل لم يحكم فيها بحكم رادع يردع الآخرين. معنى هذا إيه؟ معناه أنه أولياء الدم أخذوا حقهم أيا كان حقهم، سواء كان قصاص أو دية أو عفو، ولكن أين حق المجتمع؟ هنا يتدخل المشرع، هنا تتدخل الدولة وتقول أنه في حالة ما أن سقط حكم القصاص القاتل يجب أن يعاقب، الدولة تعاقبه، ليست الدولة الحديثة العلمانية المستوحاة أصولها من الغرب، ولكن الدولة الإسلامية العثمانية التي كانت تطبق تنفذ تسن تشريعات قوانين وضعية. هذه القوانين الوضعية لا يجب أن ينظر لها على أنها مغايرة للشرع، هذه الإزدواجية إزدواجية وهمية، إزدواجية نابعة من اقتصار فهمنا للشريعة على النصوص الفقهية وعدم اهتمامنا
بشيء مثل السياسة أو بالتاريخ الإسلامي الذي نجد فيه هذه الممارسة دون استهجان، للدرجة أن من أهم السلاطين العثمانيين كان يتباهى ويفتخر بحمله لقب القانوني. سن قوانين وضعية كانت ممارسة شرعية مقبولة. فهذه الازدواجية حدثت لنا لأسباب هوياتية تتعلق بتطور مجتمعاتنا في القرن 19 والقرن 20. شكرا دكتور خالد. أنا قبل أن أعطي الكلمة لمن طلب التدخل، هناك فقط وردني سؤال أعتقد أنه مهم أن يطرح من الدكتور يوسف مدراري، والسؤال يقول: ما هو موقف الكنيسة القيادة نقيب الشارع؟ آسف لم أستمع جيدا. ما هو موقف الكنيسة القطرية من الطب الشرعي؟ هذا سؤال جيد. الحقيقة لم أدرس هذا السؤال. هذا سؤال جيد بالفعل. يعني من خلال معرفتي عن موقف الكنيسة القبطية من الطب الشرعي، الآن لا توجد أي غضاضة. فهناك قضية قتل في أديرة مصرية حدثت منذ سنوات قليلة، من 3 أو 4 سنوات، استخدم فيها الطب الشرعي للتحقيق في هذه القضايا الخطيرة التي حدثت داخل الأديرة وداخل الكنائس. والكنيسة القبطية تعترف بسيادة الدولة المصرية على الإقليم الذي نسميه مصر، وأن قضايا القتل يجب أن يبت فيها باستخدام كل الوسائل المشروعة. ولكني لا أعرف موقف الكنيسة القبطية في القرن 19 عندما دخل هذا الفن الجديد اللي هو الطب السياسي في القرن 19. طيب، شكرا دكتور خالد. أعطي الكلمة لدكتور عبد السلام قيقاي، ثم بعده سأعطي الكلمة لأحمد مصطفى ليطرح السؤال. نعم، وكذلك للعنصر الثالث. تفضل دكتور عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد سعيد بالالتقاء بمركز أفكار في أحد الحلقات التي ذهب على تنظيمها، وأعتقد بأن حلقة اليوم هي مميزة بشكل كبير، خاصة أن تستضيف قامة علمية وفكرية من طينة خالد فهمي. يكفي الرجوع إلى سيرته الذاتية لنعلم تمكنه ومساره العلمي. اجتذبني كثيرا هذا العنوان، السعي إلى العدالة، بحكم الممارسة المهنية ويعني في مجال العدالة وفي مجال القضاء. وأعتقد بأن مداخلته كانت منصبة بشكل كبير في مجال تخصص، خاصة وأنني ناقشت فقط أطروحة الدكتوراه مؤخرا في مجال قرارات محكمة النقد في المادة الأسرية. وكذلك كان لي الشرف أنني سايرت في إحدى المراحل في سنة 2016 و2017، ما أسفر عنه دستور المغربي من استقلال السلطة القضائية، ووقت النقاشات التي كانت تدور في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالنصوص التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية،
والقوانين المنظمة لعمل القضاة ولتنظيم القضائي. وأعتقد بأن جزء كبير من مداخلة الدكتور كانت حول التنظيمات القضائية التي كانت في الفترة الثامن عشر، في الفقرة الثامن، في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. ونعلم جيدا يعني العلاقة الوطيدة التي تربط بين القانون المغربي والقانون المصري، خاصة القضاء المغربي والقضاء المصري، الذي يعتبر أن القضاء المغربي يستلهم كثيرا كثيرا. وأعتقد بأن الأساتذة والدكاترة يعني الذين ينتسبون إلى القطر المصري تتلمذ على أيديهم جل يعني الفقهاء القانونيين بالمغرب، وأعطي نموذجا استقاه النظام المغربي في بنائه التنظيم القضائي، هو هذه المؤسسة ديال النيابة العامة، وكيف حاول أن يمزج بين تنظيم الهيكل للنظام النيابة العامة في التنظيم القضائي المصري، وأن يعني يعطي بنفس 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 اختصاصات بنفس الهيكلة التي لم تكن في السابق، حيث أن النيابة العامة كانت ملتصقة بوزارة العدل، والآن أصبحت مستقلة بشكل جيد، بشكل أصبحت مستقلة بشكل مطلق. ولو أنه استوحى كذلك هذا التنظيم هذا من مجموعة من التشريعات، مغزى هذا الكلام هو أن 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 اللجوء في الكتابة الأكاديمية أو في الكتابات الفكرية، والاعتماد على الوثائق، بمعنى أنه الاعتماد على ما هو موجود، وليس الانطلاق من 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 مرجعيات معرفية سواء كانت إيديولوجية أو مذهبية أو إلى غير ذلك، هو نمط نعلمه جيدا، ويندرج ضمن المنهج الأنجلوساكسوني أو الأمريكي بالضبط، في الانطلاق من 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 ما هو منجز من أجل صياغة الأفكار، وليس العكس، يعني انطلاق من إيديولوجيات معينة من أجل يعني وضع يعني ممارسات أو تنظيمات معينة. وأنا استحضر يعني حينما قرأت، حاولت الإطلال على كتاب السعي إلى العدالة، وأنا يعني أستذكر تلك الرواية التي كانت مبرمجة في أحد يعني الأقسام الابتدائية بالتعليم المغربي، وهي يومياتنا ربما الأستاذ عبد السلام طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد السلام. هل لك تعليق على كلامي؟ تعليق قصير لأنه للأسف ليس معنا الآن، سيعود. نعم، أعتقد أنه الدكتور عبد السلام وضع يده على نقطة هامة جدا، وهو ما أشار إليه في ختام مداخلته على أهمية الانطلاق مما هو منجز بالفعل وليس العكس، يعني الاهتمام بالممارسة وليس بالمفاهيم، وهذا بمعنى أساسي وجوهري هو فلسفة الكتاب وحتى عنوانه، عنوان الكتاب السعي للعدالة. ما أحاول أن أتبينه أو أتحقق منه في هذا الكتاب هو سعي المصريين للعدالة، وما أحاول أن أقوم به هو قراءة هذه المحاولات، هذا السعي، من خلال السجلات المحفوظة في دار الوثائق، ويكون هذا هو نقطة الانطلاق. ليس الكلام على عكس الكلام عن المفاهيم، ما كنت أود أن أطرحه في الكتاب هو أن سعي للمصريين للعدالة
يجوب بسؤال الهوية، وهو سؤال الهوية هو السؤال الذي يهيمن على أعمالنا الأكاديمية، خاصة عندما نتحدث عن القرن 19 والاستعمار والتخلص من الاستعمار والكلام عن الهوية والمرجعية. فرأيي طبعاً الهوية هامة ومهمة، ولكن منهجياً هل نبدأ بسؤال الهوية أم نبدأ بالاستماع إلى الناس في حياتهم اليومية لمحاولة الوقوف على مشاكلهم ومحاولاتهم في التعامل وإيجاد حلول لهذه المشاكل؟ فما رأيته في سجلات التي اطلعت عليها في دار الوثائق، بالمناسبة هذا الكتاب استغرقني 15 عام، فهذا ليس موسما واحدا أو سنة واحدة، هذه نتاج مشروع استغرقني وقتا طويلا. كتبت كثير من الأبحاث وقتها، ولكن تلخيص هذه الأبحاث في كتاب استغرقني هذا الوقت، لأني خاصة القضايا التي أتطرق لها، قضية محمد عبد الرحمن التي تناولتها في تناولتها في 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 معرض حديثي اليوم، هي قضية واحدة من مئات القضايا التي تطرقت إليها. هذه القضايا كانت تستدعي مني الإنصات والإصغاء واحترام هذا المجتمع الذي أحاول أن أكتب تاريخه. فالانطلاق مما كما تفضل الأستاذ عبد السلام بالقول، الانطلاق مما هو منجز بالفعل، وليس الانطلاق من أفكار مجردة أو مفاهيم هوياتية في رأيي لا تلقي الضوء الكافي أو لا تمثل مدخلا مناسبا لفهم تطور مجتمع كما كان المجتمع المصري في القرن 19 والقرن 20. طيب شكرا دكتور خالد. بقيت لنا، ينبهني المسؤول على، بقيت لنا 15 دقيقة، سأمنح الكلمة لمن كان ينتظر منذ مدة هنا. أحمد مصطفى، هل أنت معنا أحمد مصطفى؟ تفضل تفضل سيدي الكريم. في البداية أنا فقط الاختصار لكي نمنح المجال للآخرين. شكرا. مفهوم مفهوم. في البداية حابب أشكر طبعا مركز أفراق أفكار على الفرصة الجميلة طبعا إن احنا نتكلم مع حد زي الدكتور خالد فهمي، هو من الأشخاص اللي هم مؤثرين جدا في الواقع المصري الحديث حتى بين الشباب. فكتابه مثلا كل رجال البشر هو من أهم المقتنيات ليا وبعض ليا بعض أصدقائي كمان، ومنتظرين المعرض الجاي بشدة لاقتناء الكتاب الجديد الساعي للعدالة. ولكن أنا عندي سؤال أو سؤال من شقين للدكتور خالد فهمي. أولا حضرتك تكلمت مثلا في جزئية سابقة عن قضية سلطان العبد، وإن كان في ضغط دائما من الأهالي على الحكومة أو التغطية من أجل تحقيق العدالة. وفي القصة اللي حضرتك طرحتها أو في الطرح اللي حضرتك طرحته النهاردة برضو، عشان أخو القتيل حاول أو الأهالي حاولوا محاولة أخرى التخلي عن التستر اللي حصل من مرتكب الجريمة للحصول برضو على العدالة. فهل كانت القصور في المجالس السياسية الكبيرة لدرجة إن إحنا لازم يكون في ضغط لتحقيق العدالة؟ ده الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني لازم يكون إيه؟ لم أستمع جيدا. لازم يكون في ضغط شعبي نوعاً من أنواع الضغوط على الحكومة أو المجالس السياسية لتحقيق العدالة الناجزة. يعني في المثال اللي حضرتك، أنا يعني متابع لحضرتك من فترة طويلة، فالمثال السابق هو فهمت. السؤال الثاني، الجزء الثاني، في طبقة أعتقد يا دكتور فاهم يا دكتور خالد إن إحنا يعني لما يتم التطرق لها تماما، أنا عايش في أرياف، فعندنا حتى هذه اللحظة نظام المجالس العرفية مش المجالس الشرعية أو المجالس السياسية أو الحكومية أو خلافه، هي في نوع، هي حتى توصل لمراحل جرائم القتل والسرقة والجرائم الكبرى في القرى والأرياف عندنا.
هي بدأت تختفي تدريجيا حتى الآن. هي أنا لم أشهد إلا في سن صغير، لم أشهد إلا يعني عدد قليل جدا من هذه الحالات، ولكنها كانت بتصل في وقت من الأوقات إلى عدالة برضه بشكل أو بآخر. فهل ده بيتخالف مع فكرة المجالس الشرعية؟ لأن هذه مجالس عرفية، الحكم الأول فيها للعرف، لكبار القرية أو كبار القبيلة في الصعيد مثلا. هو بيبقى يكون في ممثل شرعي شيخ من الأزهر، ولكن هم 3 حكام في الغالب، وهو بقى حكم واحد من الأزهر مفهوم من الشريعة. مفهوم فجزئين أتمنى أن أكون وصلت الفكرة. شكرا مفهوم. شكرا شكرا أحمد. شكرا. دكتور خالد، عندي ثلاث طلب لنقول. أنا أقول أن أمنحهم الكلمة باختصار ونعود إليك، ما رأيك؟ تفضل. طيب أنا سأمنح الكلمة للدكتور همام، هل معنا؟ ثم بقية الحضور. دكتور همام تسمعنا؟ نعم، تفضل. السلام عليكم. في البداية شكرا للأستاذ عبد الله والإخوة في مركز أفكار على هذا العرض الثقافي والفكري الجيد، وأيضا أشكر الأستاذ خالد فهمي على هذا العرض المركز. أرجو أن أكون مسموعا. مسموع جيد، تفضل دكتور. الأستاذ خالد فهمي على هذا العرض المميز. أتصور بأن أريد فقط أن أدلي بملاحظة جزئية، وقد ألقيت نظرة عامة على الكتاب الصحيح للعدالة، ويظهر بأنه كتاب إشكالي، وبأنه كتاب يفتح مجال جديد في البحث في موضوع العدالة، في موضوع أيضا الشريعة وتطبيقاتها وممارساتها. أريد فقط أنا أقول بأن عندما ذكر الأستاذ خالد، ذكر وائل حلاق، وذكر طلال أسد، وذكر أطروحته، أتصور أنا بأن أستاذ وائل حلاق كان هو ينطلق من مفهوم، وهو مفهوم العلمانية، مفهوم معطى، وأعطى له مجموعة من السمات والخصائص في مقابل مفهوم الشريعة بمجموعة من الخصائص والسمات. أما بالنسبة للأستاذ طلال أسد في تشكلات العلمانية، أنا خصوصا في الإسلام والحداثة، والتشكلات العلمانية في المسيحية والإسلام والحداثة، طلال أسد كان يعني يتحرك من داخل منظور أنثروبولوجي ثقافي، ويبحث عن التشكلات الخاصة في داخل السياقات التاريخية الخاصة للعلمنة. فالعلمانية ليست هي العلمنة، وبالتالي تصبح الدولة ليست هي سبب من أسباب العلمانية كما يمكن أن نجد أو نفهم مع وائل حلاق، ولكن هي تعبير مع طلال أسد، الدولة هي تعبير عن العلمانية. وكما ذكر الأستاذ خالد في الفصل الأخير لتشكلات العلمانية، فحاول أن يرصده وائل حلاق بمنظور الأنثروبولوجي، وأيضا بمنظور المؤرخ للأفكار، ولكن من خلال أيضا ممارساتها في الواقع في المحاولات الإصلاحية القانونية التي عرفتها مصر في القرن التاسع عشر. أيضا الجانب الآخر المتعلق بتعريف الشريعة، بالتعريف الفقهي أو التعريف الأخلاقي، أنا أتصور بأنه ليس هناك فرق كبير لا بالنسبة لوائل حلاق، ولا بالنسبة لطلال أسد، ولا بالنسبة أيضا لما سمعته من الأستاذ فهمي. المشكل هو أننا نأخذ معرفة جاهزة من الغرب نصف بها وقائعنا ونصف بها واقعنا في وقت اليوم. المباحث الجديدة، البحث الأنثروبولوجي أو ليس بالبحث الأنثروبولوجي، البحث الميداني، قراءة في الوثائق مثلا، أو قراءة في العادات وفي السلوكات وفي الممارسات، هو أيضا يفيدنا في تكوين تصور
في تكوين تصور، ليس في بناء الحقيقة الكاملة، ولكن في تكوين تصور هو أقرب إلى 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 ما هو واقع، إلى ما هو واقع. ولهذا عندنا في المغرب نفس الحالة، تمت العلمنة بنفس الطريقة التي يتحدث عنها مثلا طلال أسد في تشكلات العلمانية في مصر في كتابه تشكلات العلمانية، من حيث إحلال القانون، لا يسمى القانون الوضعي ما كان قانون شرع، ولكن أهم فيه ما ذكره الذي يتقاطع مع ما ذكره الأستاذ خالد، هو تهميش العمل القضائي وتهميش القضاء والتضييق على 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 القضاة، ليس القضاة فقط، على القضاة وعلى المفتين وعلى الفقهاء وعلى الذين ينتجون خطابا شفويا في اتجاه العدالة، في اتجاه العدالة إن صح أن نقول. لهذا في التجربة المغربية مثلا عندنا الأستاذ عبد الله حمودي في كتابه المسافة والتحليل يحاول ما أمكن أن يوجه إلى ما أو يتقاطع مع ما يذكره الأستاذ خالد فهمي، وهو البحث في الممارسات وفي في 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 العملي أو في الشفوي من خلال البحث في العادات، سواء الأبحاث الإثنوغرافية أو الأبحاث الأنثروبولوجية بشكل عام، لأنها هي التي أيضا من خلال إطار مفاهيمي لابد لا ينبغي أن نفهم بأننا البحث في الممارسة والبحث في ما هو عمل والبحث في الوثيقة يغيب الجانب الإطار النظري أو المفهومي، هو مهم جدا، ولكن لابد من تحقيق نوع من رسم مسافة دقيقة بين المفهوم وبين العادة أو بين الممارسة أو بين الوثيقة، لكي نساهم في بناء معرفة هي تعبر إلى حد كبير عن الواقع الذي نعيشه، ولا نأخذ المعرفة الجاهزة التي تشكلت في سياقات وفي ظل معطيات خاصة ونقرأ بها ونصف بها وقائعنا أو واقع مثلا تحول وتطور العدالة في واقعنا. شكرا أستاذ. شكرا شكرا دكتور همام. أمنح الكلمة الآن للدكتور خالد علي فليتفضل مشكورا، ونعتذر له على التأخير. مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير يا دكتور خالد، وأرجو أن حضرتك يعني سؤالي من شخص غير متخصص، أنا في نهاية طبيب قلب، فممكن سؤالي يكون ساذج شوية جنب الأسئلة القيمة اللي بقية الحضور قالوها. سؤالي لحضرتك هو هرجع للنقطة اللي حضرتك انطلقت منها بخصوص سعي المصريين للعدالة، والحقيقة أن سعي المصريين للعدالة قادهم في النهاية لطريق كانت أدوات البحث فيه عن العدالة هي كلها أدوات مستوردة من القانون الفرنسي، من الحاجات اللي جت مع الحملة الفرنسية، من البعثات اللي راحت مصر وبعدين رجعت بما سميناه لاحقا بأدوات التنوير. سؤالي هنا هو لو ما كانش ده حصل، لو كنا حاولنا إن احنا نعتمد على نفسنا في إيجاد طرق موازية أو طرق بديلة لأدوات البحث عن العدالة المستوردة من خارج مصر، هل كان ممكن إن احنا نلاقي إطار مختلف، أدوات مختلفة لتطبيق عدالة تتسق أكثر مع واقعنا وهويتنا وتاريخنا، خصوصا إنه في نقطتين. هي النقطة الأولانية اللي الأستاذ أحمد ذكرها وقال إن هو عايش في الريف المصري، وحتى الآن توجد ما يشبه بالمجالس العرفية اللي أتصور إنه بيختلط فيها العرف على الشريعة على التراضي على أدوات كثيرة جدا، وفي نفس الوقت إن إحنا لغاية دلوقتي أتصور إنه الأدوات المستوردة من اللي إحنا بنينا عليها نظامنا القضائي وحتى نظامنا الطبي بالمناسبة اللي ممكن نتكلم في ده بعدين، حتى الآن إحنا نشعر أحياناً كثيرة جداً بالغربة والاغتراب تجاه الأدوات اللي إحنا بنستخدمها دي. فتاني علشان ألخص السؤال، هل كان من الممكن إيجاد نسق خاص بينا يختلف، وفي نفس الوقت يعني في النهاية كان في محاولات، يعني مثلا لما ببص على تجربة حضرتك عايز تقول حاجة؟ لا أنا فهمت السؤال، بس عشان الوقت ضيق. تمام أنا أكتفي بده. السؤال وصل
شكرا جزيلا. دكتور عبد الله. قلت آخر متدخل دكتور خالد سنمنحه دقيقتين إن أمكن وجود أنا. كان سؤال مباشر يكون أفضل. تفضل. السلام عليكم، هل تسمعونني؟ نعم. شكرا لمركز أبحاث أفكار، شكرا للسيد المحاضر خالد فهمي على مداخلته القيمة. سيد خالد، أريد فقط التفاعل معك في إطار الانطلاق من المثال المغربي. المغرب تنظيم القضائي عرف المحاكم الشرعية وهي التي تنظر في القضايا الشرعية للمسلمين المغاربة سواء في البيرات والزواج يعني كل ما له علاقة بما هو شرعي، ثم المحاكم المخزنية، وهنا سوف يعني تقاطع هذه المحاكم المخزنية مع ما تقصده بالمحاكم السياسية في مصر. يعني المحاكم المخزنية هي أنه يمثلها البشوات والقياد الذين يمثلون السلطة المركزية المغربية ويدبرون الشؤون الإدارية وفي نفس الوقت يدبرون الشؤون القضائية. يعني هنا التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ثم هناك المحاكم العبرية، المحاكم العبرية التي تتكلف بالنظر في شؤون اليهود المغاربة، الميراث وفي الأحوال الشخصية. وهذه النقطة، هل هناك في مصر توجد محاكم تنظر في يعني في قضايا المسيحيين باعتبار أن هناك يعني فئة كبيرة من المسيحيين في مصر، أم أن المسيحيين يخضعون لمحكمة واحدة على غرار المسلمين المصريين؟ وهل هناك يعني محاكم عبرية على غرار ما يوجد في المغرب يعني تنظر؟ شكراً. شكراً سي بلوش، شكراً. أعطيك كلمة لي. شكراً، رغم أن العدالة لم تتحقق في توزيع الوقت ولم تتحقق. نعتذر، نعتذر، نحن منحناك يعني وقتاً ولكن نعتذر، لا يمكن. رغم أنني أنا من سبق فرفعت يدي ففضلت علي متدخلين، ولكن لا مشكل، احتراماً للسيد خالد وفقط، وإلى اللقاء. طيب شكراً أستاذ بلوش، أعتذر له وأعتذر للكثيرين ممن يودون طرح السؤال، ليس لدينا الوقت، فهناك حضور لي هو كبير فلا يمكن أن نوفي للجميع. أعطي الكلمة لدكتور خالد فليتفضل مشكوراً، وبها سنختم، تفضل. طيب، سأحاول أن أجاوب في عجالة بترتيب الأسئلة، فهبدأ بسؤال سؤالي أستاذ أحمد مصطفى. السؤال الأول كان هل كان يجب أن يكون هناك ضغط شعبي لتحقيق العدالة؟ يعني ما نراه، ما رأيته في السجلات هو أن الناس متمسكون بقضاياهم. عندي حالات درامية جدا ممكن أنها تصنع أفلاما غاية في التشويق، منبعها ومنشأها وتمسك الناس بالعدالة. السؤال الذي أطرحه هو أي طريق يسلكه الناس في القرن 19؟ هناك المحاكم الشرعية وهناك مجالس السياسة، وما توصلت إليه أن الناس منتبهون لهذا الفرق ويسلكوا الاثنين معا في نفس الوقت، يرفعوا الدعوة الشرعية أمام المحاكم الشرعية وفي نفس الوقت يقصدون مجالس السياسة الضبطية لبدء مرحلة تقاضي مختلفة. السلطات في أوقات كثيرة القاضي الشرعي يكون متواطئاً مع السلطات المحلية، مع المشايخ القرى، خاصة عندما يكون المتهم شخصاً مهماً. في هذه الحالة
الناس تسلك الطريق الآخر وهو مجالس السياسة. وإحنا في بداية هذا البحث، يعني الموضوع كبير ويجب تناوله من زوايا مختلفة. السؤال الثاني على مجالس العرف. طبعا اسم مجالس العرف في مجرد التلفظ به يوحي بأن هذا عرف قديم وراسخ في المجتمع، إنما كما نعلم الآن أن التقاليد والأعراف قد في أوقات كثيرة قد تكون مخترعة باستخدام عنوان شهير، عنوان كتاب شهير The Invention of Tradition، اختراع التقاليد. هذا كتاب كتب في الثمانينات على انجلترا وعلى أوروبا، على الكثير مما نعتبره تقليد هو في الحقيقة هو اختراع تقليد. العرف، العرف ما نطلق عليه العرف تحديدا هذا مجال للممارسة القانونية، كان المستعمر الأوروبي مهتما جدا بها وبتحديدها وباختراعها وتأطيرها ووضعها في أطر مثل مجالس العرف. ما أحاول أن أقوله هو أن لا تنبهر بعنوان مجالس العرف. مجالس العرف ممكن في حقيقة الأمر يجب دراستها، يجب أن ندرس تاريخ هذه المجالس للوقوف على أي عرف يمارس فيها، فيمكن نخلص في النهاية إلى اكتشاف أن هذا العرف لم يكن عرفاً، لم يكن جزءاً من التقاليد، ولكنه اخترع في لحظة تاريخية ما في إطار تطوير القانون في القرن التاسع عشر. أنا لم أعمل على العرف بالمناسبة. دكتور همام في تعليقه على كلامي عن خلاق وأسد كلام غاية في الأهمية. هناك فرق بين تناول العلمنة والعلمانية بين طلال أسد ووائل حلاق، وأنا أشكره لتنبيهي لهذا الفرق. كل ما حاولت أن أوضحه أن في رأيي ما يجمع طلال أسد ووائل حلاق، هناك فروق مهمة وهامة جدا بينهما، ولكن ما يجمعهما هو نظرة للتاريخ، نظرة للفقه الإسلامي ولتاريخ الفقه الإسلامي ما قبل الحديث، ما قبل الهجمة الاستعمارية، بشكل يغفل فيه أو يندر فيه، ينعدم فيه دور الدولة. فتخيل وائل حلاق عن الفقه هو مجال، هو يؤكد دائما على أن الفقه هو إنتاج الفقهاء النابع من المجتمع، وليس له علاقة بالسياسة وبالدولة وبالتدخل الدولة وبالسلاطين والملوك والخلفاء. وعندما يتدخل السلاطين والملوك والخلفاء في مجال الشريعة يحدث في نظره خلل ما. وأنا في رأيي هذا ليس دقيقا. ونفس الوضع ينطبق على طلال أسد. طلال أسد ليس معنيا بدراسة الممارسات الحقيقية على أرض الواقع التي قد يكون من أهمها دور الدولة في التدخل في مجال القضاء. فهذا اعتراضي أو تحفظي الأساسي والوحيد على أعمالهما، أن الدولة غائبة عن نظرة كل منهما للفقه وللشريعة. أنا أعتبر أن الدولة وممارستها جزء أساسي ومكمل للشريعة. الشريعة ليست الفقه. الشريعة تضمن طبعا تتضمن بطبيعة الحال الفقه، ولكن تتضمن
ممارسات الدولة في طول التاريخ الإسلامي. أستاذ خالد، عن 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 الإحساس بالغربة عندما يتعلق الأمر بانتهاك أو اقتباس ممارسات أو مؤسسات أو تقاليد وافدة. أنا كتابي جزء أساسي منه هو التعامل مع هذا السؤال، وتحديدا في موضوع الطب. فأنا درست ممارسات بعينها في موضوع الطب، درست المستشفيات الحديثة، عملية التطعيم ضد الجدري، فرض الحجر الصحي الكورانتينا، والتشريح. كل هذه الممارسات قد تبدو في بداية الأمر على أنها ممارسات أو مؤسسات مقتبسة ومستوحاة من أوروبا، وقد توصف أيضا بأن الطب الذي مورس في القرن التاسع عشر في مصر ممكن أن يطلق عليه لفظ طب كولونيالي. أنا أنفي هذا وأشكك في هذا الوصف، وعندي أكثر من فصل يعني كامل لضحض هذه المقولة، وأدعوك لقراءة الكتاب. ولكن في عجالة، ما حاولت أن أقوله في هذا الصدد في الكتاب هو أن الناس عندما يتعلق الأمر بالعدل وبالصحة لا ينشغلون كثيراً بأصول هذه الممارسات. ما يفكرون فيه، هل هذه الممارسة ستحقق لي العدل الذي أنشده والصحة التي أبتغيها أم لا؟ سؤال الهوية سؤال مقحم على هذه الأسئلة، ويضللنا بشكل كثير. الطب الذي مورس في مصر هو طب، هل هناك مزيج رائع بين مفاهيم الطب القديم الإسلامي العربي المبني على ابن سينا والطب الحديث الذي تلقوه في أوروبا، ومزيد بين إيمانهم بأن التشريح من شأنه أن يعلي أن يعمق من إيمانهم بالله وبعظمة الخالق، وفي نفس الوقت يعمق من إدراكهم لحقيقة الجسد البشري وكيفية عمله. لم يكن يوجد تعارض بين إيمانهم من ناحية وعلمهم من ناحية أخرى. هذه الإزدواجية، رجوعا لسؤال دكتور يوسف من قبل، هذه الإزدواجية بين العلم والدين إزدواجية مقحمة علينا، طرحت في أواخر القرن التاسع عشر، لم تطرح في أوائل القرن التاسع عشر عندما افتتح مستشفى قصر العين. فسؤال الهوية لا، في رأيي سؤال مصطنع، ليس هو السؤال الذي يحرك الناس في سعيهم. احنا في مصر بنقول احنا عايزين ايه؟ عايزين الصحة والستر. ولا في الصحة ولا في الستر الناس بتتكلم عن الكلام ده جاي منين وأصله إيه، وافد ولا موروث. السؤال الأخير دكتور أبلوش، يعني سؤال مهم. أعتقد أن دراسة المحاكم المخزنية ده هذا موضوع شيق جدا، لم أنتبه له. أعتقد أن هذا مشروع بحثي رائع، كيفية دراسة المحاكم المخزنية كنموذج من السياسة، من مجالس السياسة أو محاكم المظالم. هناك إرث طويل يعود للعصر العباسيين، ليس العثمانيين، العباسيين، لمزج السياسة بالفقه. وأعتقد من فهمي القاصر والمحدود عن المخزن في المغرب،
أن المحاكم المخزنية يمكن أن تشكل مثالاً من أمثلة السياسة وكيفية تطبيقها، وتحديداً التعامل مع عمال الحاكم، مع موظفي الدولة، وكيفية إخضاعهم لقوانين السلطة بعيداً عن المحاكم الشرعية. فأكتفي بهذا لأن أعتقد أن الوقت أزف. نعم. طيب، مجدداً أشكر حقيقةً من أعماق قلبي باسم المركز الدكتور خالد فهمي أولاً على تلبيته دعوة المركز، وكذلك على جديته وفيما قدمه في محاضرته هذه التي كانت سياحة حقيقية في مجالات وتخصصات عدة، ربما قد كان المدخلها التاريخ لكن قد طرق كل من جانبه. حضر معنا باحثو الدراسات الإسلامية وكذلك المتخصصون في القانون والأطباء والأنثروبولوجيا والأدب، يعني هناك وجهات نظر. غايتنا من هذه السلسلة هي التراث في الحاضر، والتي اخترنا لها محاضرة الدكتور خالد أن تكون كمدخل، هو التنبيه لمثل هذه الدراسات، وسأركز على مسألة السرديات الجديدة التي نودها أن تكون باباً لإعادة فهم لمدخلاً لإعادة قراءة تاريخنا وواقعنا وحاضرنا أيضاً، ليس فقط ماضينا. إذن أشكر مجدداً الدكتور خالد، وأشكر الحضور جميعاً على الذين حضروا معنا وتجشموا يعني وقتهم وجهدهم للاستماع إلينا، ونضرب لكم إن شاء الله موعدا في لقاء مقبل، وليلتكم سعيدة، والسلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا دكتور عبد الله، ألف ألف شكرا على هذه الفرصة الثمينة، وشكرا للحضور. شكرا دكتور خالد، السلام عليكم.